حاجه بحاجه الادوبي الاستريتور. الاستريتور ده علشان الرسم بيرسم لك الجهات كويس، بيرسم لك فيكتورز كويس قوي. في بالمناسبه في يعني في فرق دايما بين الفيكتور والراستر. يعني الفيكتور اللي هو بيعتمد على الخطوط وان هي ما بتبكسلش، لما تيجي تعمل زوم عليها ما بتبكسلش. انما الراستر ده عباره عن الايمجز اللي هي بتعتمد على البوينتات او البيكسلز دي، لو كبرتها قوي هتلاقيها بتبكسل معاك يعني. فالمهم من غير برضو الدخول في التفاصيل، هتحتاج تتعلم برنامج الادوبي فوتوشوب. ده اول حاجة، ده اول حاجة، ده برنامج تصميم بس، ولا هو بيعمل برمجة ولا اي حاجة من دي. ده بتصمم فقط اللي اوت بتاعة الويب سايت بتاعتك، يعني بترسمها، بتحطها، تحط لها الوان، بتحط لها الكتابة، كتابة افتراضية، وبتظبطها كويس قوي قوي، وبعدين بتطبعها وتوديها للعميل، بيقول له ده شكل التصميم بتاعك كويس، يقول لك لا والله ده انا عايز بس طب اعدل هنا، طب عايز اضيف هنا، وتبدأ تعدل فيه. وقبل ما بتنتقل للمرحلة التانية اللي هي مرحلة البرمجة مع المبرمج، مش معاك انت بقى كمصمم، بتبدأ انت بقى ايه تظبط الحتة دي. اخر حاجة الـ CSS. في ناس بتستغرب، بيقول لي انت حاطط الـ CSS في التصميم؟ اقول له اه، انا عن نفسي بقول له اه. والله انا وجهة نظري ان لغة الـ CSS مع انها لغة اكواد، بس هي وهي فعلا لغة تصميم. اللغة دي بتعتمد على انك بتقسم الصفحة بتاعتك عن طريق الكودينج، وبعدين بتحط فيها العناصر بتاعتك او التصميمات بتاعتك. يعني لو عايز اعمل منيو، بتبدأ تقول يعملها ازاي، افقية، رأسية، قائمة منسدلة، الصور تتعرض ازاي، الفيديوهات برضو، بحيث انها تظبط ستايل بتاع التصميم بتاعك او الويب سايت بتاعك كمصمم. يبقى دول الاربعة دول مهمين جدا كمصمم، لازم تكون عارفهم كويس. بالنسبة لموضوع البرمجة، البرمجة الحقيقة هو فيلد او مجال غير التصميم خالص. المبرمج، عشان لو انت دماغك مبرمج يعني بتحب البرمجة، لازم اول حاجة تخش عليها ال HTML. هي يعني مش لغة برمجة، برمجة اللي هي مش ما فيهاش اوامر تنفيذية، لكن هي دي الاساس في كل حاجة، بتعلمك ازاي تعمل صفحة ويب. طبعا انا مش عايزك لما تتعلم HTML تقول على نفسك مبرمج، ما ينفعش. ومش عايزك لما تتعلم كديزاينر الفوتوشوب بس تقول عليه بتاع نفسك مصمم. المصمم لازم يتعامل مع كذا برنامج، وياخد احسن حاجة في كل برنامج ويبتدي يوظفها للحاجة اللي هو عايزها. يبقى ال HTML مطلوبة منك كمبرمج اول حاجة. بعد ما تخلص ال HTML كمبرمج، اقف وقفة واختار الفيلد اللي انت هتشتغل فيه، لان الخطوة الجاية دي جامدة جدا. عندك بقى كذا فيلد، عندك هتشتغل بلغة ال PHP، ودي لغة برمجة فيها اوامر تنفيذية وفيها كل حاجة. لو انت دخلت على موقع PHP هتلاقي فيه كل حاجة، وهتلاقي الدوال، وفي كل حاجة تتخيلها بالنسبة للغة، وفي اي ابديتس بيحطوها برضو داخل الموقع. او ال ASP.NET، واللي هو اعتقد ان هو من انتاج شركة مايكروسوفت، او الفيجوال البيزك دوت نت يعني. وده لو انت عايز تشتغل مور بروفيشنال شوية. موضوع ال PHP وال ASP مش هتكلم عليه كسيكيوريتي بقى والتفاصيل قوي، بس انا هقول لك الحاجه العامه بتاعتهم انت تقدر تتعامل معاه. البي اتش بي الريسورسز بتاعته على النت اكتر من الاي اس بي دوت نت. يعني لو عايز تتعلم او تجيب سكريبت او تعمل تجيب اكواد او تعمل اي حاجه بالبي اتش بي، الموضوع سهل قوي، هتوصلها على طول. انما الاي اس بي دوت نت يعني الريسورسز بتاعته مش كتير زي البي اتش بي، بس مور بروفيشنال شويه، لان البي اتش بي كتير اللي بيشتغلوه بقوا يعني كتير لانه متوافر. الاي اس بي اللي بيشتغلوه قليلين، فمحتفظ شويه بالسعر بتاعه والسالري بتاعه والسكيورتي بتاعه والكلام ده كله، يعني ايه محتفظ بقيمته شويه. الحاجه دايما لما بتكتر بيقل قيمتها يعني شويه. طيب الاجاكس، الحقيقة أنا معرفش خالص أي حاجة عنها، بس حاول لو أنت محتاج تعرف معلومات منها تبدأ تخش على موقع
مواقع اللي بتسبورت اللغة دي وبتعلمها. الـ XML هي لغة أرشفة، هي لغة برمجة مش برمجة برضو، فيها حاجات تنفيذية بس هي مجرد لغة بتساعدك قوي مع البي اتش بي او الاي اس بي دوت نت. برضو لو اي معلومات عنها هقول لك دلوقتي تخش ازاي وتروح فين. الجافا سكريبت ودي معروفة، دي علشان طريقة عرض المحتوى، طريقة عرض الصور، طريقة عرض الفيديو، طريقة عرض المقالات. لما تروح مثلا بالماوس تعمل رول اوفر او رول اوت على حتة معينة، تبص تلاقي الايمج بتاعتك راحت عاملة فاد مثلا، او تعمل حاجة معينة مثلا السلايد شو، لما تيجي الصور تبدأ تتحرك ورا بعضها، طريقة تحركها او طريقة الترانزيشن بين الصورة والصورة دي بالجافا سكريبت. والجي كويري برضو اللي هي اختصار الجافا سكريبت كويري، اللي هي برضو تبع الجافا سكريبت. انت برضو يعني شوف الموضوع ده. موضوع السكريبتات، السكريبتات يعني ايه سكريبت؟ سكريبت يعني مجموعة صفحات او صفحة بتعمل حاجة معينة. يعني سكريبت مثلا ارسال الايميلات، يقول لك مثلا اه والله ده ارسال ايميلات، ده يعني او سبسكرايب في مثلا الايميل بتاعك واسمك مثلا، يقول لك حط اسمك وايميلك عشان يوصلك كل جديد في الموقع بتاعك. دي حتة دي اسمها سكريبت، هو بيعمل وظيفة معينة، ده معنى السكريبت. السكريبتات بقى دي حاجة، حاجات كتير قوي يعني، حاجات كتير قوي قوي قوي. يعني انا مثلا هخش لك مثلا على موقع مثلا w3schools.com، ده اشهر موقع لتعليم لغات البرمجة يعني تقريبا معظمها يعني، او الشهيرة فيها يعني. عندك ال HTML كويس، من اول حاجة لاخر حاجة من A to Z. عندك ال Learn اهو، ال CSS وال CSS 3. طبعا ال CSS وال CSS 3 هي هي، بس ال CSS 3 مجرد انها حاجات اكواد اضافية شوية بتعمل لك شوية مميزات اكتر. طبعا بالنسبة لل HTML و HTML 5 نفس الحكاية برضو، HTML 5 فيها شوية حاجات زيادة احسن شوية في التعامل مع الصور والفيديوهات والموسيقى والحاجات دي والاصوات والحاجات دي. عندك بقى الجافا سكريبت، عندك ال HTML دوم اللي هي عبارة عن HTML وجافا سكريبت وسي اس اس وشوية فيها اكس ام ال، جي كويري اهو، الاجاكس، ليرن، جوجل ماب، البي اتش بي، السيكوال، الاس كيو ال، الاي اس بي. شايف يعني ده حاجات كتير قوي. الاي اس بي دوت نت موجود، الويب بيجز، الرازور، الحاجات دي كلها. خش بقى انت شوف انت اللي انت عايزه وابدأ اتعامل كويس ودور. نصيحتي ليك حدد هدفك قبل ما تخبط، ما تخبطش، ما تقوليش انا هتعلم لغتين مع بعض، لا انت اتعلم حاجة حاجة. اول حاجة اوعى تخش على اي حاجة من غير HTML، مش هتعرف تسلك فيها، مش هتعرف تمشي فيها. خش على HTML وبعدين بعد كده ابدأ شوف هتخش فين. اوكي طيب، الموضوع السكريبتات، ايه هو موضوع السكريبتات؟ انا اذكر ان انا كنت مسيف موقع اسمه سكريبت كوبي، سكريبت كوبي دوت كوم. ده عبارة عن سكريبتات كتير قوي كتير قوي لمعظم او كل المواقع المشهورة. يعني ايه؟ يعني بقول لك سكريبت الجيميل، الجيميل اه الجيميل السكريبت بتاعه، الايميلات وازاي تعمل كده كده، تخش جوه وتبص تلاقي الناس دي عامله ايه. تمام، الاي باي معروف، الحاجات المواقع دي بتاعت البيع والشراء والحاجات دي. الفيسبوك تبص ليه، لو دخلت على الفيسبوك مثلا جايب لك السكريبتات بتاعته، بيقول لك السوشيال نتوركينج، السوشيال نتوركينج سكريبت النيو بتاعها، الابديت بتاعها اهو، السكريبت بتاع ايه، سكريبت فاهمني اهو. تبص تلاقي كل السكريبتات موجودة، طبعا كل واحد بقى حسب ما هو معمول، ان كان بي اتش بي او اي اس بي. الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن اللي هو بتاع التسويق الالكتروني والتعاون مع محركات البحث والحاجات دي، اليوتيوب، التويتر، كل ده جميع المبرمجين على مستوى العالم بيستفيدوا منه. يعني ايه بقى؟ يعني يخش على السكريبت ده ويشوف مثلا الحتة دي معمولة ازاي، يروح جاي منزلها وفتح الكود بتاعها يبتدي يستعين بيها وياخد شوية حاجات منها ويتعلم منها.
تمام. دي بالنسبة للسكريبتات، يعني عرفنا خلاص دلوقتي معنى السكريبت ومعنى ايه هي السكريبتات فين وتجيبها منين وممكن تشتغل فيها ازاي وتطور نفسك فيها ازاي. ده بالنسبة للبرمجة. يبقى التصميم ده حاجة، البرمجة دي حاجة تانية خالص. المصممين معاهم علاقة بين المبرمجين. التصميم رقم واحد، اول حاجة التصميم. المصمم بيخلص، الويب ديزاينر بيخلص، بيبدأ يتواصل مع المبرمج، يقطع له التصميم بطريقة معينة ويبتدي يديه للمبرمج. المبرمج يبدأ يخش على ايه، البروجرامينج بتاعتها. المصمم ممكن يتعلم HTML، مفيش اي مشكلة معاه، ده يبقى احسن، احسن كتير. معظم المصممين بيشتغلوا على HTML والCSS. اوكي، ال HTML حاجة يعني اللغة دي تتعلمها في اسبوع لو انت يعني ماشي براحتك، يعني الموضوع سهل جدا. ولو انت شغال باحد البرامج اللي هي بتسبورت شوية ال HTML زي الدريم ويفر مثلا، دي الواجهة بتاعت الدريم ويفر، بيقول لك انت بيكريت لك صفحة ويب عن طريق ال HTML، عندك كل اللغات اهي بيسبورت ليها مفيش مشكلة. فانت مجرد ما بتخش على الفوتوشوب بتقطع له وتشتغل على ال HTML وال CSS وتبدأ تدمجهم مع بعض، بتبقى حاجة كويسة جدا ليك كمصمم. لو عايز تشتغل شوية على تتعلم ال CSS، هتبتدي تخش على الأكاديمية gfxacademy.net، وتخش فين؟ هقول لك محاضرات أستاذ وليد المعدوي، هتلاقي فيه كورس كامل اساسيات ال CSS بالعربي صوت وصوره. الكورس ده كويس، هو جايب يعني الخلاصه بطريقه مختصره، ده هيفيدك قوي كبدايه يعني. وتخش بقى تزود معلوماتك بعد كده من خلال الموقع ده، بحيث ان انت تعرف بقى Learn CSS او CSS 3 لو انت عايز بقى تستفيد شويه في الموضوع بتاع ال CSS. نفس الحكايه ال HTML، فيها دورات كتير جدا جدا على الانترنت، وهي الحقيقه هي يعني مش عايزه تعليم، انت مجرد ما بتخش على دريم ويفر بتبدأ تكريت له الصفحة بتاعتك. اوكي، تبدأ تعمل له شوية حاجات كده بسيطة انت هتبدأ تتعلمها. بص، تلاقي الصفحة اتعملت معاك، الويب سايت بتاعك اتعمل كناحية مبدئية، يبقى الويب سايت بتاعك هتلاقيه متقسم HTML CSS وشوية images متظبطة كلها في قالب واحد ومطلع لك الموقع. بعد كده هتلاقي دور المبرمج ويخلصها بأحد البرامج دي. طيب، علشان أشوف الويب سايت قدامي لازم الويب سايت ده يكون محطوط على استضافة. يعني ايه استضافة؟ الاستضافة هو عبارة عن جهاز كمبيوتر زي اللي انت قاعد عليه، بس مش زيه قوي يعني، مستضيف الموقع ده، يعني محطوط عليه الموقع وهو عامل كونكشن من خلال النت ان الناس كلها تشوفه. الموقع ده بيحتوي على ايه بتاعك؟ بيحتوي على اللي يحتويه، يحتوي على صفحات، يحتوي على صور، على فيديوهات، على اي حاجة. شوف مكونات الويب سايت انت حاطط فيه ايه، وده كله بيترفع على السيرفر ويبدأ الناس كلها تأكسس على السيرفر ده عشان تشوف الموقع بتاعك. طبعا الاستضافات دي ليها شغل تاني خالص غير الكلام ده كله خالص، يعني دي حاجة تانية خالص. الاستضافات هي بتعتمد على قوة الأجهزة اللي شايلة المواقع. يعني ممكن موقع واحد يشيل عدد ما لا نهائي من المواقع، وممكن مواقع كبيرة قوي 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 بيحتاج استضافة لوحده عشان عدد الزوار كل ما كانت كتير كل ما عمل لود على السيرفر أكتر في موضوع الباندويتس والحاجات دي. مش هخش في استضافات كتيرة، بس هعرفك النظام ايه في الاستضافات وهعرفك ايه هي أنواع. هبدأ من تحت هنا. الفري سبيسز، الفري سبيسز دي في مواقع كتير بتدي مساحات مجانية، بس عيوبها طبعا ان هي بتنزل اعلاناتها عليها، وكل ما زاد عدد الزوار عندك او كل ما قدم الموقع عندك بتبدأ تقلل هي الاعلانات شوية وشوية. طيب، يعني ايه الفري سبيسز واجيبها منين؟ انت لو دخلت على مواقع مثلا زي على ما اذكر 110m.freespace.com، انا مش فاكر الموقع قوي، احنا ممكن نكتب
نجيب المحرك البحث ask ونقول له مثلا free spaces hosting، استضافة يعني hosting. هتبص تلاقي فيه free host spaces rack spaces top 10 مش عارف ايه. يعني بص هتلاقي شوية مواقع هنا ممكن توزع مساحات free. انا مش تقريبا ده ما بي دي اسم شركة كده free host space، بس دي مدفوعة. انا عايز حاجة تكون مثلا فري، نقول مثلا مساحات مجانية او استضافة مجانية. خلينا في استضافة مجانية. هنفتح ده ونفتح ده. طبعا في منها بيعمل لك موقع. انت انا عايزك انا مش محضر الحقيقة شوية مواقع اخش عليها، بس هنا في هتلاقي في مواقع بتدي مساحات فري مجانا، انت ممكن تتعامل معاها وكده. بس انت طبعا عرفت اكتر حاجة الميزة بتاعتها اللي هي ببلاش. العيوب بتاعتها طبعا حتة ان هو بيحددك بمساحة معينة صغيرة صغيرة قوي، وحتة انه بيبتدي يعمل لك اعلانات على السبيس بتاعتك. ده بالنسبة للفري سبيسز. طبعا في مواقع اجنبية وفي مواقع عربية بتدي مساحات فري. بالنسبة بقى من فوق كده الويب هوستنج، يعني ايه الويب هوستنج؟ الويب هوستنج ده عبارة عن مثلا بتخش على اي موقع بيدي استضافات، زي مثلا اشهر موقع انا بتعامل معاه لانه جميل قوي الهوستجيتور. هوستجيتور كويس، موقع كويس، الخدمة فيه متميزة جدا. لو انت عايز تاخد مساحة مدفوعة هتدفع كل سنة او كل شهر. الهوست ده تعال لو دخلنا جوه مثلا، ده اللي بيشيل الموقع بتاعك، ده المساحة اللي انت محتاج عشان ترفع عليها الموقع عشان الناس تشوفه. ده طبعا هنا في بلانز بقى، البلان اللي انت تعجبك ايه. طبعا كل واحدة بمساحتها، مساحة ازيد شوية السيكوريتي بتاعتها لو هتديك حاجات سيكوريتي. المهم هتبص تلاقي انت لو قريت كل واحدة فيها ايه هتشوف المميزات بتاعت كل واحدة. دي عبارة عن مساحة صغيرة انت بتاخدها على السيرفر، هو عبارة عن سيرفر كبير تمام، وعمره ما هيديك سيرفر لوحدك او مساحة لوحدك كده من غير حاجة. لا، هو بيبقى جهاز كمبيوتر كبير، سيرفر كبير، بيبقى مساحته بالتيرة، بيبقى مثلا 30 تيرة 40 تيرة 50 تيرة حسب. انت ما تعرفش المساحة دي، بس والله انت بتحجز عليه مثلا جيجا او 2 او 3 او 4 او 5 او 10 زي ما انت عايز بالنسبة لامكانياتك وبالنسبة لحجم الموقع بتاعك. دي بتبقى شهرية، في مواقع بتعمل استضافة شهرية، كل شهر بتدفع عن طريق الفيزا كارد طبعا بتاعك، او استضافة بالسنة تدفع بالسنة على بعضها او بـ6 شهور يعني حسب الموقع بتاعك. الموقع ده بيديك استضافة سنوية وشهرية، ممكن تدفع بالشهر ممكن تدفع بالسنة. ده بالنسبة للويب هوستنج. بالنسبة للريسيلر، الريسيلر هوستنج ده بيديك زي ما جهاز الكمبيوتر كده، في تشوف الهارد بتاعك متقسم لبارتيشنات. الريسيلر ده يعني كأنك واخد بارتيشن في مين، في السيرفر يعني او في جهاز الكمبيوتر او على الهارد. يعني يبقى كبير شوية، مساحته مثلا 120 جيجا ولا حاجة، بتستضيف انت بقى على زي ما انت عايز مواقع زي ما انت عايز. طبعا الويب هوستنج ده بيستضيف برضه مواقع، بس بيبقى عامة ما بتبقاش يعني معلومات، يعني ما بتبقاش عليها سي بانل لكل موقع، بيبقى هو سي بانل واحدة بتليد منه او بتدير منه كل المواقع بتاعتك. انما الريسيلر انت ممكن تضيف مواقع كتير جدا بحيث ان انت تتاجر برضه في المساحات، وبتبدأ تعمل كل موقع ليه سي بانل مثلا او شيرد هوست او كده. يعني الاستضافات بتبقى سي بانل او شيرد هوست،
الشيرد هوست ما بيديكش سيبانال تمام، انما السيبانال خلاص انت بتكتب، بيبقى كنترول بانل بتكتب جنب الموقع بتاعك من فوق من على التايتل، من على التايتل مثلا هنا فوق كده شرطة سي بانل، بتدي يدخلك على لوحة التحكم اللي بتدير منها الموقع بتاعك، الاساس بتاع الموقع بتاعك انت بتكريت منها الداتابيز والايميلات والحاجات دي كلها. طيب ده بالنسبة للريسيلر، وانت جيت على اول صفحة هتلاقي هنا الويب هوستنج فوق الريسيلر، في حاجة اسمها ال VBS هوستنج، وفي حاجة اسمها ديديكيتد سيرفرز. ال VBS ده انا ما عنديش معلومات عنه كتير، بس انا اللي اعرفه اللي هو اسرع حاجة سريع قوي، ما بيعملش يعني ما بيريحوش كتير، يعني ممكن تبص تلاقي المواقع بتاعتك ساعات على الريسيلر او الويب هوستنج تلاقي مثلا كل اسبوع ساعات، يعني بتلاقي كده في ساعتين او ساعة ما فيش اي حاجة في المواقع بتاعتك ظاهرة، بيقول لك بنريح السيرفرات. انما الفي بي اس ده ما بيريحش خالص، يعني ما بيطفيش خالص، غير انه فيه خدمات ممتازة قوي بس طبعا اغلى. تمام، كل ده كل ما ده طلعت فوق شوية على الرابطة على السيرفرز هتلاقي اغلى شوية. هنا طبعا بيديك شايف هنا مثلا، يعني بيقول لك ايه هنا الفي بي اس بتاعك، لو انت عايز تخش على الفي بي اس بيقول لك الليفلات بتاعتك ايه. لو انت عايز مثلا ليفل 1 بيقول لك والله انا هديك كمبيوتر مساحته او مساحة على كمبيوتر مواصفاته دي، الرامات بتاعته كذا، السي بي يو بتاعته اللي هو البروسيسور بتاعه سرعته كذا، وهديك المساحة بتاعتك اهي، والباندويتس، الباندويتس اللي هو حجم الترانسفير بتاع الداتا. يعني انا دلوقتي عندي 200 يوزر، 200 واحد 200 واحد على الموقع بتاعي، كل واحد فيهم فاتح الموقع، فنتيجة فتحه الموقع ده لما بيشوف الموقع، الموقع بتاعي مليان صور فيديوهات وكلام وحاجات دي كلها، فبيعمل داونلود لكل ده اوتوماتيك عشان يشوف الموقع، فالداونلود ده كله محسوب بالباندويتس. فتبص تلاقي مثلا عندك في الشهر حوالي 30,000 يوزر كلهم دخلوا على الويب سايت بتاعك، كل واحد عمل بقى تصفح الصفحات بتاعتك وكل واحدة بتعمل لودينج ومش عارف ايه، تبص تلاقي الباندويتس بتاعك خلص، اول ما بيخلص الموقع بيروح بتاعك واقع على طول. فكل ما عالي الباندويتس كل ما بيكون احسن، وطبعا دي على حسب امكانياتك. الباندويتس لو هنا الفي بي اس لو 250 جيجا ده يعني كتير، ده حاجة كويسة جدا يعني، على فكرة ما تستهونش بيها، 250 جيجا باندويتس كتير كتير قوي، تريحك مفيش مشكلة. انا بتكلم على الويب هوستنج او الريسيلر او الفي بي اس كله البند في باندويتس، بشوف انت ايه اللي يناسبك. لو انت عندك موقع واحد بتاعك خد الويب هوستنج، خد الويب هوستنج. لو انت عايز تتاجر في المساحات خد الريسيلر. انا بتكلم في الهوستنج يا جماعة، انا بعدت دلوقتي عن التصميم والبرمجة خلصته. الريسيلر لو عايز انت بقى تتاجر شوية في المساحات بحيث انت تستضيف مواقع وتطلع المواقع بقى بأسعار والكلام ده، الفي بي اس نفس الحكاية. الديديكيتد سيرفر دي اخر حاجة، ده اعلى سعر لانه هو بيديك بقى ايه كمبيوتر بيبقى بتاعك انت بقى، سيرفر بتاعك انت، وده بينقسم لحاجتين ويندوز او لينكس. الويندوز ده اللي بيشتغل عليه برمجة الاي اس بي دوت نت اللي انا كنت لسه بقولها في البرمجة، يعني لو الموقع بتاعك اي اس بي دوت نت بالاي اس بي لغة الاي اس بي مستحيل ترفعه على اللينكس، مش هيقرا، ارفعه على الويندوز، هتحتاج انت ويندوز استضافة ويندوز. تمام، وطبعا نفس الحكاية برضو هتلاقي في الويب هوستنج برضو والريسيلر والكلام ده نفس الحكاية، لينكس او ويندوز. طبعا اللينكس ده اللي بيستبورت البي اتش بي بقى والكلام ده، البي اتش بي السكريبتات بتاعت بي اتش بي ومواقع البي اتش بي ما تشتغلش على الويندوز. تمام، يبقى انت لازم تعرف الفرق. حتة بقى التجارة او الشغل في الهوستنج هو ليه مميزات وعيوب. هو طبعا ما فيش شركات كتير عربية بتشتغل في موضوع الاستضافة. ليه؟ عشان حاجات كتير، عشان حاجات كتير. أول حاجة
مشكلة الوطن العربي إن في مشكلة الكهرباء. لو أنت مثلا زي حالتنا في مصر كده، عندنا الموضوع زي العسل بصراحة يعني. يعني ما تفهمش الكهرباء ممكن تقطع إمتى؟ ممكن تقطع كتير، ممكن تقطع كل شهر، ممكن تقطع كل أسبوع، ممكن تقطع في اليوم مرة أو اتنين، يعني زي ما أنت عايز يعني. في مواقع، في بلاد تانية ممكن تقطع أكتر من كده. فأنت إذا أنت لو جبت سيرفر عندك في البيت وبدأت توسع استضافة، إن شاء الله هيتخرب بيتك. ليه؟ الكهرباء بتقطع. يعني معنى كده أنا لو أنت مستضيف 100 موقع أو 200 موقع أو 1000 موقع أو حتى موقع واحد، وفجأة الكهرباء قطعت، وتخش تيجي أنت بقى، أنا صاحب الموقع وعايز أخش أبص ألاقي فين الموقع، أروح متصل بيك، هو الموقع فين؟ هتقول لي الكهرباء قطعت. الكلام ده مش موجود بره. بره مفيش حاجة اسمها الكهرباء تقطع، ولو قطعت أو لو هتقطع بيقولوا في وسائل الإعلام الكهرباء تقطع من الساعة كذا للساعة كذا في يوم الكذا عشان كذا. فبيروحوا هم عاملين حسابهم على كده، بيبتدي يشغلوا أجهزة، أجهزة كهرباء أو مصادر طاقة يعني، بتبدأ تدور الأجهزة دي على بال ما الكهرباء تيجي تاني. فالبيئة بتساعد ان الناس كلها دلوقتي تستعمل مواقع، اذا في حركة عرض وطلب على المواقع. يعني ناس كتير عاملة مواقع دلوقتي، والموضوع رقعة بناء المواقع بدأت فعلا تكبر قوي 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 في العالم العربي وفي العالم الاجنبي. دلوقتي انت بتخش على النت بتحتاج اي حاجة، بتكتب اسم الموقع وبتخش، فالمواقع كتير قوي قوي والاستضافات كتير. عيوبها بقى ان الشركات الاستضافة كتير جدا وكلهم بيتحدوا بعض. يعني ما انصحكش ابدا تعمل شركه استضافه، لان الاستضافه مسؤوليه عن تامين المواقع، عن السكيورتي طبعا والهاكينج والحاجات دي، ده حوار لوحده. حته بقى الكهرباء، حته البرامج الحمايه اللي عليه، يعني شغلانه بصراحه انا مش شايف فيها اي ميزه ان انت تجيب سيرفر وتستضيف عليه مواقع، الا اذا معظم الشركة، أنا بقول معظم مش كله، في مصر والوطن العربي بتاخد مساحات من مواقع أجنبية زي اللي أنا كنت داخل عليه، هوستجيتور مثلا أو أي حاجة تانية أو أي شركة تانية، وبتبدأ هي توزع كسكند بارت، يعني ما تبقاش فيرست بارت، كموزع للمساحات، وبتبدأ عادي تستضيف معاها عادي، مفيش مشكلة. إلا إذا لو كانت شركة بقى ضامنة نفسها وضامنة كهربتها وضامنة الصيانة بتاعتها واحترافية شوية، بتبدأ هي تجيب السيرفرات بتاعتها زي الجامعات مثلا. جامعات مصر عند كل جامعة جواها الاستضافة بتاعتها، جواها السيرفرات بتاعتها. اوكي، طبعا دي حاجة مهمة قوي قوي لازم نعرفها. اذا في المواقع عبارة عن 3 حاجات: تصميم، برمجة، استضافة. طيب بسرعة جدا هخش على الفرق بين التصميم والبرمجة ايه. طبعا لو انت هتبقى مصمم لازم تفهم السيكولوجي بتاعت الالوان. يعني اللون الاحمر بيدل على ايه، الاخضر بيدل على ايه، الازرق بيدل على ايه، ياثر في نفسيتك ازاي. ليه ما تجيش بقى شركة مياه وتعمل لي باللون الاخضر، لا اعملها بالازرق وابيض. ليه؟ عشان الازرق ايه، هسيب لك دي، هسيب لك حتة السيكولوجي او كلر سايكولوجي دي تقرا فيها. دايما دايما طور نفسك كمصمم، لو انت مصمم يعني طور نفسك في مجالك، اعرف الالوان، اعرف درجات الالوان. طب اللون ده بيدل عن ايه نفسيا؟ اللون ده لو انا حطيته في الوان كول تركبها مع بعض، في لونين ما يمشيش مع بعض، ايه وايه، في الوان حلوة وجميلة بس لو حطيتها مع بعض يدي طابع تاني غير ما انت عايز، تبص تلاقي الدنيا خربت معاك. اوكي، في حاجات لازم تعرفها عن السيكولوجية او التأثير النفسي بتاع الالوان دي، مهمة جدا كديزاينر. للأسف في ديزاينرز كتير ما بتعرفش النقطة دي، اعرفها وبعدين بقول على نفسك ديزاينر كويس. برامج التصميم احنا قلناها قبل كده، الفوتوشوب، الفلاش محتاج تعرفه، الالستريتور محتاج تعرف فيه، والسي اس اس، ولو انت عايز بقى برضو تاخد سنة كده حتة الكوريل درو. الكوريل درو ده برنامج معروف ومشهور وممكن يعمل لك حاجات كويسة اوي.
طيب الويب كولرز دي اللي انت تعرفها دايما من العميل، ما تعتمدش على نفسك الا لو لما تاخد داتا من العميل وتاخد كلمة تأكيد منه اللي هو مش في دماغه اي الوان، مش في دماغه اي حاجة، وسايب لك الموضوع. انت بتبدأ بالكلام معاه بتعرف الكولر اللي انت هتخش على اللي انت هتشتغل فيه في الويب بتاعك ايه. وزي ما انا ضربت مثال قلت لك شركة المية، اسأله اسأله ده، انك اسأل كتير في الوان. طب بتحب الوان؟ طب الشريحة المستهدفة من ان هم اللي يشوفوا الموقع مين؟ الكلام ده كله بيساعدك قوي كديزاينر، بيساعدك قوي في تقسيم الموقع بتاعك وفي الديزاين بتاعك. حتة بقى اللوجو، اللوجو ده حكاية مصيبة. يعني انا بصراحة ايام ما كنت شغال في الديزاين كان اغلس حاجة اللوجو بالنسبة لي. ليه بقى؟ لان اللوجو محتاج واحد عنده افكار كتير دايما، ومحتاج واحد يكون محترف شوية، ومحتاج كمان عميل مريح، وده يعني تقريبا مش موجود. ليه؟ لان العميل دايما بيبقى تقول لك ايه، طب اعمل لي كذا لوجو كده وانا اختار منهم. اوعى تحط نفسك في الحتة دي، دايما اعمل لوجو واحد، هو لوجو واحد باشكال مختلفة، تمام؟ هو لوجو واحد وتوريه للعميل. لما يلاقي اللوجو واحد هو هيبدأ يقول لك طب حط دي هنا، طب اعمل دي هنا، طب يعني مش هتعمل له بقى زي ما الناس بتعمل، انا اعمل له 3 لوجوهات واربع لوجوهات وخمس لوجوهات واختار منهم، وتبص تلاقي بقى عنده حماس وروح اعمل لك 10 او 9 لوجوهات، تقول لك لا والله ده مفيش ولا واحد من دول عاجبني، واعمل واحد تاني. فتبص تلاقي ده نفسك داخل في ده مش هتخلص. هو لوجو واحد تعمله بكذا شكل. لا، حته اللوجوهات دي في على الاكاديميه، على جي اف اكس اكاديمي، في موضوع في قسم الالستريتور او اكاديميه الالستريتور، في قسم الدروس التعليميه هتلاقي فيه حاجه موضوع اسمه لوجو كونسبت، حاطه الاخ الفاضل عبد انور. ده هيعلمك كويس اوي، حاجه جميله بصراحه. بصراحة أنا شفت أول واحد وكان حاجة جميلة جدا. هو بيخليك تفهم إزاي إيه هو اللوجو، طريقة عمل اللوجوهات، تحليل بعض اللوجوهات التي تم تصميمها من قبل، وإزاي فهم إزاي المصممين بيعملوها، وإزاي بيجيب الأفكار. يعني اطلع على الموضوع ده هتلاقيه كويس أوي 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 في حتة اللوجوهات. حتى يمكن كمان حاطط المواقع اللي بتعمل لوجوهات، وتشوف بقى الافكار وتطلع افكار وتشوف الناس شغالة ازاي، وده الريسورسز بتاع المصممين. احنا كمصممين المصدر بتاعنا هو النت، خش على النت وخش على المواقع وشوف الراجل ده عمل اللوجو ازاي، وايه فكرة ده، عجبتك الفكرة طب حاول تعملها. الكلام ده كله في الاول مهم جدا جدا لحد ما تحترف، وحتى لما تحترف كمان لازم تشوف افكار جديدة عشان تبدأ تطور نفسك. اوعى تقف على نقطة معينة، دايما طور نفسك. حتة اللوجوهات خلاص، الكوربوريت ايدنتيتي اللي هي الورق بتاع الشركة. لو العميل بتاعك عامل ورق اللي هو الفلاير بقى والورقة اللي بتتكتب فيها والكارت والكلام ده، مهم اوي تشوفه، مهم اوي تشوفه لو انت ويب ديزاينر. ليه؟ هتعمل الويب سايت بتاعك نفس الجو بتاع الورق بتاعه، نفس الجواب بتاع الورق بتاعه ده ان كان عامله. ان كان ما كانش عامله وانت راجل عندك فكرة كويسة عن الطباعة والحاجات دي، انت ممكن تعمل له الباكج دي كلها ومع الويب سايت بكله، بحيث ان كله يبقى لون واحد، الوان واحدة، جو واحد، حتى الفونت يبقى متقارب جدا او واحد كمان، هتبقى حاجة كويسة جدا جدا جدا. بالنسبة للبروجرامينج بقى، نفس اللي انا بقوله على الديزاين ده على البروجرامنج، بس باختلاف طبعا عن الديزاين عن البروجرامنج. البروجرامنج موتيفيشن اللي هو ازاي تستفيد من لغات البرمجة بتاعتك في الموقع بتاعك ازاي. يعني لما بسأل العميل عايز ايه جوه الويب سايت بتاعك، يقول لك والله انا عايز تفاعل على من مقالات بتاعتي على الفيسبوك، وعايز مثلا والله اللايف شات كده الناس تكلم بعضيها، وعايز وعايز وعايز. فانت بتبدأ بقى ايه، تحط ده انا
شغال بالبي اتش بي او الاي اس بي دوت نت، طب هعمله دي ازاي؟ هعملها له 1 2 3. بدأت تظبط ايه لغة البرمجة اللي يتعمل بيها الويب سايت، وهل هو اصلا محتاج لغة برمجة ولا يمشي HTML. معظم الشركات او المصانع او الشركات الكبيرة يعني ما بتعملش ابديتنج كتير، اوكي ما بتعملش ابديتنج كتير. لو انت شايف ان الموقع مش محتاج بروجرامنج، يعني مش محتاج بي اتش بي واي اس بي بقى ومعادلاته وفانكشنز وابديتس على طول والكلام ده، اعمله اتش تي ام ال وسي اس اس عادي وخلاص، طالما الابديت بتاعه مش كتير كل فترة مفيش مشكلة. انما لو مجلة بقى ولا جورنان ولا جريدة ولا الحاجات دي، لا يبقى الابديت ده كل يوم يبقى هيحتاج برمجة خاصة، ويحتاج اتش بي اتش بي، وهيحتاج اي اس بي والحاجات دي. طيب البروجرامينج بروجرامز، شوف لغة البرمجة بتاعتك وشوف ايه اللي يمشيها، ايه البرنامج اللي يمشي معاها. عموما انا معلوماتي ان الدريم ويفر بيمشي مع اي برمجة، بيسبورت لاي برمجة، مفيش مشكلة. عندك ال HTML، كل فاشون، ال PHP، ال ASP، ال CSS، الجافا، XML، كله ما بيقولكش لا. بس اعتقد ان الاس 3 او الاكشن سكريبت 3 دي خاصه بالفلاش، هو ما بيسبورتش هنا خالص يعني الاكشن سكريبت ده. معلومات يعني حته بقى برمجه، انت ممكن تشتغل لو انت واد مبرمج كويس، ممكن تشتغل بالنوت باد. عارف النوت باد؟ النوت باد اللي هي بتخش على قائمه ستارت بتاعت الكمبيوتر دي، وتخش على النوت باد كده وتكاريت اي حاجه، اي حاجه، ايه اجاكس، سي اس، اي حاجه، وبس تقول لها سيف از، وتقول له والله انا عايز اسميها بكذا كذا كذا، او اندكس مثلا دوت، وتقول له بقى اللي انت عايزه، اجاكس، بي اتش بي، اي اس بي. لو انت راجل حافظ الاكواد الكودنج كويس بتاعتك، طلع لك الملف مفيش مشكله. طالما انت مش عارف قوي الاكواد، ممكن تستعين ببرنامج زي التريم ويفر ده، بيوفر عليك كويس وبيساعدك اثناء كتابه الاكواد بتاعتك داخل الويب سايت بتاعك. هكمل الفيديو جاي عشان الفيديو ده ما يبقاش كبير قوي. السلام عليكم.